تيضاي يطلعوا السادة المشاهدين اخر الناس واحد شوية يطلعوا الناس لايف هذي مش عندي شفتي في لايف إذن تحية من جديد، أرحب بكل مشاهدي قناة شوف تي في الكرام أينما كنتم مباشرة من مدينة القصيبة بإقليم بني ملال. اليوم معنا السي أخراز اللي هو فاعل جمعوي ورياضي وإطار رياضي كفء بمدينة القصيبة كذلك معروف هنا، بغى يوجه واحد الرسالة للمسؤولين. بالمناسبة تنتواجدوا بواحد الملعب هنا وغادي يتكلف وغادي يحكي لنا شنو اللي واقع. السلام عليكم سي طريق، اهلا وسهلا، مرحبا بك في القصيبه. رمضان كريم لك ولجميع المتتبعين ديال القناه ديالك شوف تي في، اهلا وسهلا بكم جميعا ورمضان كريم. تفضل سي اخر راس، شرح لنا شنو المشكل وفين كتواجدوا حنا دابا. بادئا بدء اولا، حنا بحكم انه غادي نناقش مهو رياضي بالمنطقه ديال القصيبه، يعني حنا كنتواجدوا في واحد الملعب ديال القرب ديال العين، كما كتسمى العين بالشلحه اغبالو. أغبلو هي واحد الرافد من الروافد ديال المياه اللي هي كتعرفها هذه المنطقة هذه اللي هو فوقنا مباشرة. يعني القصيبة معروفة بهذا الحي، هذا حي عريق كجميع الأحياء ديال القصيبة بطبيعة الحال اللي كنكنوا لهم جميع الاحترام. هذا الحي هنا كانت كتواجد واحد المقبرة قديمة اللي فات عليها 50 سنة فما فوق، وبحكم أنه واحد الاسباس اللي هو مطروح، المشكل مطروح في القصيبه هي المشكل ديال العقار سميتو، ارتئينا انه نديروا واحد نخلقوا واحد الملعب، رغم انه هذا الملعب هذا الارض كتعود لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه الحبوس كما معروف عليها الحبوس فوالا. وهنا درنا واحد المتنفس للاطفال وحتى الكبار هنايا، يعني الى رحتي معايا هنايا خاويه هذه الوقيته، ولكن من غير رمضان كيكون ديما هذه الحركيه، وفي رمضان ورا الصلاه ديال العصر كيتهفت كيحجوا اللاعبين مختلف الفئات العمريه ديالهم وكيمارسوا اللعبه المفضله والاكثر شعبيه في المنطقه هي كره القدم. وهنايا ندوز واحد الميساج، واحد الرساله، وانه هذا الملعب هذا من الملاعب الحيويه والاستراتيجيه في المنطقه، واللي كنتمنى ان شاء الله باش انه تاخذ حقها من انه يترمم. وهذا نداء للجهات المسؤوله باش انه يديروا مجهود معنا على اساس انه يحاول هذا الملعب هذا ماشي يتسلم لنا، وانما تكون تسهيلات انه بغينا نديروا فيه. غادي نجيك انا الموضوع من بعد لانه كاين ما يتقال في هذا الصدد. المهم احنا كنتواجدوا في واحد الملعب ديال القرب ديال العين ديال القصيبه. بالنسبه لمدينه القصيبه واش فيها شي ملاعب ديال القرب بعشب اصطناعي مثلا او بعشب طبيعي او فضاءات للترفيه؟ للاسف سي طريق غادي نكون معك صريح، كما انا مولف انا كنكون صريح مع نفسي وكنكون صريح في اي استجواب كنديرو مع اي قناه ولا اي منبر اعلامي، اللي انا كنفتخر به هذا المنبر ديالكم اللي اكن له كامل الاحترام. للاسف ما كاينش متنفس للسكينه فيما يخص الملاعب ديال القرب. اللي قال لكم شي هضره من غير هادشي راه كذب عليكم. كاين ملاعب، داروا ملاعب، ولكن ما وصلوش للنورم ديالهم، ما وصلوش للمقاييس ديالهم باش يتسموا ملاعب ويكونوا في المستوى ديال السكينه وبالاخص الفئه الرياضيه في المنطقه. يعني كاين بعض الملاعب داروا ولكن ما وصلش القمه. هنايا وضعتي واحد النقطه اساسيه واللي خصني نشير ليها تماما، هي انه كاينه واحد البادره من واحد الشخص يمكن له كل الاحترام، ولد القصيبه كاين في الرباط، دار واحد البادره، درنا حنا طلب للاكاديمي، فعلا تقبل الطلب ديالنا كجمعيه مدرسه القصيبه لكره القدم اللي انا اطار فيها وعضو مكتب. من هذا المنبر كنحيي جميع الاطور بالمناسبه، الاعضاء ديال المكتب المسير والاطور واللاعبين التلاميذ ديالنا. درنا واحد البادره، درنا واحد الطلب تقبل، ودابا الحموله الاولى وصلتنا للقصيبه ديال العشب الاصطناعي على اساس انه نغطيو هاد الملاعب هادو.
تقريبا بقى واحد الربع ديال الحمولات اللي مازال ما توصلناش بهم، وباقي مطروح واحد المشكل ديال الترونسبور ديالهم، ديال النقل ديالهم. هنايا قلنا مثلا ستاريخ انه غادي يجينا الحموله النهائيه كامله، وكاين واحد لو تيكنيسيان، واحد التقني جا دار واحد المعاينه ديال الملاعب ديال القرب اللي غنقولهم لك انايا بالتحديد. كاين ملعب معروف بملعب التنس، غادي تغطى بالعشب الصناعي. كاين دوك جوج الملاعب ديال القرب حدا المدرسه الغربيه، حدا المسبح الجديد، غادي تغطاو هما بالعشب الصناعي. كاين الملعب ديال المحرك، وكنا كنتمناو يكون هذا اللي حنا كنتواجدوا فيه الان، ولكن كاين الاشكال المطروح ديال وزاره الاوقاف اللي كنتمناو المسؤولين ديالنا وبمعيه المجتمع المدني نديروا شي زياره خاصه لهم ونشوفوا انه يحاولوا يسلموا لينا، ولو بشكل ماشي بنهائي وانما مؤقت، باش انه يستفيد هو من العشب الصناعي اللي غادي يدير هنا ان شاء الله. بالنسبه لاخر راز هنايا السلطات واش اقترحت عليكم انتم كمجتمع مدني او كاطر رياضيه او كناس اللي كتمارسوا الرياضه بشكل عام، واش عمرهم اقترحوا عليكم شي مشروع رياضي مثلا تيقول لكم اجيو ها اللي بغينا نديرو، تيعطوكم شي كروكي، تيعطوكم شي بلون، كيتشاوروا معكم، كيتناقشوا معكم في شي حاجه من هذا القبيل؟ لا ابدا ابدا، غنكون صريح، انا كاينه واحد الهوه بيننا وبين السلطات المحليه اللي كنتمنى الدخول في الخط مستقبلا ان شاء الله. تندوي لك على المجالس المنتخبه. المجالس المنتخبه، المجالس المنتخبه نقدر نقول لك السي طارق واحد المساله، هو انه كانوا كيقولوا واحد جا عند واحد قال ليه نوض ربك طاح، السيد ما دار اوكين رياكسيون، ما دار حتى شي رد فعل. هذاك استغرب قال ليه كيفاش، قال ليه راه من الخيمه خارج مايل، يعني هذاك السيد عارف بانه باه غيطيح ان سيرتان جور. هنايا هذه المساله ديال هذا الواقع الرياضي، هذا الواقع الرياضي الكارثي اللي كتعيشوا القصيبه، راه ماشي وليد اللحظه، راه من 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 من, من ترسبات الماضي. هذا المشكل اللي هو حنا كنعيشوه وكنتعايشوا معاه، راه ماشي وليد اللحظه، راه مجالس اللي فات والمجالس اللي فات والمجالس اللي كاينه حاليا، وربما الا بقات الوتيره على هذا الشكل هذا غتكون المجالس الماجيه. علاش؟ لانه كيقول لك مثلا من يفقه في الشيء، الرجل المناسب في المكان المناسب، او المجلس المناسب في المكان المناسب. يعني واحد ما كيكونش ادرى بالمجال ما يمكنش يعطي فيه، يعني فقيد الشيء لا يعطيه. يعني المجالس السابقه، اجابه على السؤال ديالك، المجالس السابقه المتعاقبه على القصيبه وديال الان، راه مازال ما درت حتى حاجه بالنسبه للقصيبه فيما يخص الرياضه علاش كنهضر، وبالاخص كره القدم. كاينه بعد واحد نفتح واحد القوس، كاين بعض داروا بعض البوادر، بعض الملاعب ديال متعدد الاختصاصات في تغبلوت، وحدا الملاعب القرب اللي داروا بجوج تمايا، ولكن هادو غادي يكونوا كيتمارس فيهم الباسكيت والفولي والهوند، يعني متعدد الاختصاصات، غيكون قص ولا ربما يكون طابي ديال سميتو. ولكن بالنسبه للملاعب المشوشبه والملاعب اللي هي تكون في المستوى ديال ممارسه كره القدم، ما كنقول لا 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 لا، المعرق الوحيد والعائق الوحيد هو المشكل ديال الارضيه اللي ما كتنجب تماما لمزاوله هذا النوع ديال الرياضه اللي هي كره القدم. شويه رسالتك للمسؤولين. انا كنتمنى من المسؤولين ينوضوا شي شويه، يتحركوا شي شويه، ويشوفوا الساكنه شنو بغات، ويشوفوا لانه الممثل ديال الجماعه، الممثل ديال المجلس البلدي، راه هو لسان الحال ديال الساكنه. خصنا هذه المسائل خصهم يفهموها، ربما فاهمينها، هادشي راه لا يخفى عنهم. الممثل ديال الساكنه في المجلس هو العضو اللي في المجلس البلدي، يعني كيجيب المعاناه ديال الساكنه وكيحطها امام المجلس وكتناقش وكتوجد لها حل. يعني الجانب الرياضي راه لا زلنا نعاني الامرين من الجانب الرياضي، راه الا حيدنا كرة اليد اللي كنرفع لهم القبعة اللي كان عندهم بهذه المناسبة مع الأخت زبيدة والمكتب المسير ديالهم، اللي هو أعطاو المثل الصحيح ديال النجاح ديالهم في المجال ديالهم اللي هو كرة اليد. راهم مشاو بعيد وغادي يمشوا بعيد إن شاء الله، ولكن غيبقى المشكل تاني عاود ديالهم هي القاعة المغطاة، إلا ما دارش غادي يوليو يلعبوا في دي تيران بريتي في زاوية الشيخ ولا في تادلا ولا بني ملال. يعني الرسالة ديالي واضحة، أنه يجب على المجلس البلدي برمته يشوفوا الناس ديال القصيبه وبالاخص الشريحه الاجتماعيه اللي اكثر حيويه اللي هي الشباب، باش ينقذوهم. لانه نقول لك بصريح العباره السي طارق، من هذا المنبر وكنتحمل فيها كامل المسؤوليه، راه الشاب الا ما مارسش الرياضه في القصيبه غادي يمشي للانحراف، راه لا يختلف عن هاد اثنان، راه دابا ولاو الناس مستقبلا كيفكروا انفيستيو في الشباب، لانه الشاب هو استثمر في الشباب، لانه هو القدوه، هو 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 القيمه المضافه ديال المنطقه. لانه الى عندنا واحد الشاب ناضج فكريا وعنده روح رياضيه وعقل سليم في الجسم السليم، راه غادي يعطينا وسط نقي
وإلا كان العكس لا إله إلا الله محمد رسول. شكرا سي طارق، كنشكرك. وانا قبل ما شكرا على وجهك، انا غادي نقول واحد الاضافه. انا كنتمنى صادق، انا غادي كنتحدث بغيره، وعندي يعني هذه هي طريقتي ديال الحديث، انه كفاعل رياضي وكفاعل جمعوي وكاطار رياضي في المنطقه، انا كنتمنى نشوفوا الناس الممثلين في المجلس البلدي يشوفوا بعيد، ما يبقاوش كيشوفوا في الجوانب ديالهم، ويحاولوا يشوفوا لقاو الحل الانسب للسكينه وفيما يخص ما هو رياضي، لانه من طبيعه الحال سي طارق، ونمشيو في الاستراتيجيات الملكيه الساميه كذلك اللي كتعنى بالشباب وكتعنى نعم الطفوله. وباش ما تفوتنيش واحد الفكره، لانه ما ناخذوش من رمضان واحد شهر ديال يكون مناسباتي ديال الرياضه فقط، راه خص يكون الصوره ديال المجلس البلدي والناس المسؤولين على القصيبه يكون الصوره ديال الرياضه بشكل عام بعيده المدى، ماشي عفر رمضان نديروا دوريات في رمضان ونجمعوا ونطويو، نو نديروا دوريات على طول السنه. وحنا راه الاشاره، الاشاره بالمدرسه ديالنا بالامكانيات اللي عندنا اللي هي حنا فقط في هذا المنبر نقول لك، لانه حنا حاليا راه عندنا اربعه ديال المؤطرين كيأطروا المدرسه، وكاين مكتب مسير، وراه حنا تقريبا ازيد من 200 منخرط ديال الاطفال اللي عندنا حنايا حاليا، ولكن بامكانيات ضعيفه جدا كنمشيو وغادي نمسى والافق ديالنا والمستقبل ديالنا ان شاء الله كبير، انه غادي نمشيو بعيد في هذا المجال. يكفي انه نتمنوا من الاخوان في المجلس البلدي انه يذوبوا الخلافات اللي بيناتهم ويشوفوا مصالح القصيبه. وفيما يخص انا كما قلت لك، انا كنهضر على الجانب الرياضي، انه راه باقي ما داروا حتى حاجه فيما يخص ما هو رياضي، لانه كاين بعض الوعود ديال مركب رياضي غادي يكون مستقبلا، ولكن هادشي راه بزاف، راه غادي بواحد الوتيره بطيئه جدا سي طارق. كنتمنى يكون الاسراع بهذه المساله هذه، لانه الناس ما يمكنش الشاب يقول لك انا غادي ناخذ كره في يدي ونتسنى تدار تيران عاد غادي يلعب، لان المساله كتفرض ذاتها نفسها بنفسها، ويجب الاسراع نخرجوا ملاعب رياضيه ويعاونونا في هذا المجال، انه يكون متنفس خصب المزاولات الرياضه المفضله واكثر شعبيه في المنطقه ككل. تحياتي سي طارق، شكرا بزاف، رمضان كريم، شكرا. اذا متابعينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في، اضرب لكم موعدا اخر من مدينه القصيبه او احدى نواحيها، مع تحيات اخوكم طارق، اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.